مرحبا، وصفة اليوم هي تشيكن باي. هي واحدة من الوصفات اللي ولادي كتير بحبوها. هي عبارة عن عجينة بوف بيستري مع محشية جاج وكريمة ومشرومز وجبنة. المقادير طلعوا هلأ على الشاشة. أول خطوة بتحضير هاي الوصفة هي إنه نحضر الحشوة. ببلش أنا دايما بتحمير المشروم لحد ما يصير لونه ذهبي، وبعدين بتركه على جنب. طبعا أنا حطيت معلقتين زبدة وحمرتهم لهاي الدرجة. بعدين بنفس الطنجرة رجعت حطيت كمان معلقتين زبدة ونزلت كمية الدجاج المقطع وبلش أقلب فيه. هلأ برش جوزة الطيب والملح ومكعب ماجي وبخليهم يطبخوا مع بعض شوي. بعدين بضيف الثوم وبحرك برضه. ممكن الثوم حتى والجاج هو يعني بعد ما تغسلوه تحطوا الثوم عليه ويتشرب أكتر بصير. أوكي، هلأ برش بس خفت المي شوي. رشيت معلقتين الطحين وراح أقلب حتى الطحين يغلف كل قطعة دجاج، وبحركه شوي بس اللي الطحين شوي ياخد لون ويتحمص. هلأ ببلش أضيف الحليب على دفعات عشان ما يكتل. بضيف شوي وبعدين بحرك وهكذا لعبين ما أخلص كامل كمية الحليب. أنا بهاي الوصفة بحب أخلط بين الحليب مع الطحين زي طريقة البشاميل مع الكريمة، لأنه بحسها بتكون أخف. هلا بتقدروا تعملوها كلها مع الكريمة أو كلها حليب وطحين، بس هاي الطريقة لقيتها متوازنة وطيبة كتير. بعدين بدك القوام يكون لما تيجي تقطعيها شوية تقيل، فعشان هيك نحتاج الطحين بيعطي شوية كثافة. هلأ بحط آخر دفعة حليب وبحركها وبخليها تغلي حوالي دقيقتين. هلأ بقدر أضيف الكريمة وبحركها منيح وبخليها تغلي حوالي 3 دقايق، وبعدين بنزل المشرومز اللي أنا قبل كنت قليتهم. بحركها على الخفيف وبخليها تغلي عبين ما تصير شوي كثيفة. تمام، هيك صارت كثافتها منيحة. ببلش أنزل الجبنة، الجبنة الموتزاريلا. أنا استخدمت جبنة الموتزاريلا اللي هي الكرات، عمليتها قطعتها سلايسز. تقدروا تستخدموا الجبنة الموتزاريلا المبشورة وهي أسهل صراحة. حوالي 250 جرام هلأ بنحط جبنة وبنحركها، بتصير الصوص بتمط. شايفين كيف الصوص صارت تقيلة وبتموت؟ هلا نخليها تغلي بس هيك شوي ونطفيها ونخليها على جنب. بنبلش نجهز بالعجينة، عجينة البوف بيستري بنفردها على الصينية. هلا تركتها وبفرد عجينة البوف بيستري على الصينية من كل النواحي، وبخلي جزء منها للطبقة الفوقانية. بعد ما فردت القاعدة بخزقها بالشوكة عشان ما تنحرق من تحت وعشان تسمح للهواء انه يفوت جوا الحشوة. هي بعد ما خزقتها هيك هلأ بسكب الحشوة عليها، وبحط كمان زيادة فوق الحشوة كمان جبنة موتزاريلا. أنا حطيت شرائح، تقدروا تحطوا موتزاريلا مبشورة. وبغطيها هلأ بالطبقة الثانية وبسكرها منيح بالشوكة من الحواف، وبدخلها على الفرن حرارته تقريبا 200 لمدة 35-40 دقيقة. بعدين بشويها من فوق وهيك صارت جاهزة. بنتركها تبرد شي ربع ساعة قبل ما نقطعها.
وخلص هيك صارت جاهزة، تقدروا تقطعوها. وصحتين وألف عافية، إن شاء الله عجبتكم الوصفة. شكرا للمشاهدة، باي.